تمام، معانا تليفون تاني من الصعيد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزة أكلم الدكتورة. معاك الدكتورة هبة، اتفضلي يا سعيد، تفضلي. يا اتفضلي. دكتورة، أنا والدي يعني جديد قالوا لنا في الصعيد لازم نكحل البيبي، وفي مشروع يعني اسمه سمارت، قالوا لنا لا الكحل بيضر العيال. فندم معلش في الصعيد عندنا بيحبوا يكحلوا الطفل وهو مولود، اوكي فهل الكحل بالبصل ده كويس للعين ولا هو ولد ولا بنت في الاول؟ ولد. طب ولد ولد هنكحله ليه بقى؟ ماشي، اوكي، شكرا جزيلا ومبروك عليه يعني. اتفضل يا دكتور. لا لا ملوش اي ملوش اي فايده تاثير، خالص، يعني ملوش بالعكس فائده. ممكن يعمل التهاب، يخليه هو اذا هو يحصل له ضار يعني حساسيه مثلا. او حاجه يعني. لا طبعا مش ملوش اي تمام، فايده بس يعني كان بيبقى ولا اي. في الاطفال في الصعيد، بما ان انا جذوري صعيديه فعارف ده، بيبقى في الاطفال يمكن مش الاولاد لكن البنات كتير بيبقى، هل ده على المدى البعيد ممكن ممكن ما يعملش يضعف؟ اي ضرر يعني، انا مش بحلف ان هو يعمل ضرر، مش بحلف ان احنا كلنا ممكن يبقى عندنا حساسيه لنوع الحول ده، نوع الكحل ده، بس يعني ممكن حد يحصل له بالظبط، منه حساسيه، لكن هو ملوش اي فايده تمام، يعني. افضل يعني قراءه القران والكلام ده عشان الحسد حلو قوي لا قوي. افضل نغسل العين بس. نغسل.